فده مجرد بس ان حد يبعت شكوى في المكان اللي هو بيبيع بسعر عالي هيلاقي فيه حملة نازلة على المكان. ما هل يا فندم فرضتوا ضريبة على أبطالنا راجعين من الأولمبياد واخدين 3 ميداليات فرضتوا عليهم ضريبة؟ لا بسأل سؤال. بسأل يا فندم حضرتك رد عليا. كان يصيرة امبارح واقول امبارح يعني في منهم يقول لك ايه انتوا بتاخدوا ضريبه على ابطال الاولمبياد وما خدتوش ضريبه على مش عارف ايه. لا طبعا انا منطق الضريبه ان كل ايراد يتحقق للمواطن سواء داخل الوطن او من خارج الوطن يخضع للضريبه، وليها شروط وليها اعتبارات اتطبق عليها هذه الشروط تخضع للضريبه. حد اعفى او كده او في شخص معفي او جهه معفاه بعينها دي لا تخضع للضريبه. طب هما دول يخضعوا للضريبه ايه واخدين ميداليه؟ انا زي ما بقول لحضرتك انا هنا بطبق لا اللي واخد ميداليه دي هو خد فلوس بياخد مكافاه. المكافاه اللي خدها هل تدخل في نصاب اللي يخضع للضريبه؟ ما انا بسال كايراد. لو دخل في نصاب اللي يخضع للضريبه كايراد بيخضع للضريبه. لا ما يدخلش في النصاب بتخضع ولا لا؟ كل إيراد يتحقق داخل البلد لمواطن مصري سواء في الداخل أو نتيجة اتجاره أو تعاملاته في الخارج ده بيخضع للضريبة، بس في شروط للخضوع. إذا طبقت هذه الشروط عليه بيخضع للضريبة، وإن طبقتش هذه الشروط عليه ما يخضعش للضريبة. معلش يا عبد المنعم بيه أنا آسف، 3 أبطال رفعوا علم مصر الثلاثة الوحيدين من بعثة قوامها 300 واحد صرفوا مش عارف 300 مليون جنيه ما جبناش غير 3 ميداليات. لما يجيبوا 3 ميداليات اقول لهم بديكم مكافأة الوزير خالد عبد العزيز تقريبا كل واحد فيهم نص مليون جنيه يدفع منها 10%. يا فندم يعني حتى ما فيه روح القانون يا فندم، معلش روح القانون هنا يا فندم. انا زي بقول لسيادتك، ما انا بسأل حضرتك اهو. ده ايراد. انا بتكلم ايراد ايه؟ لا ده بطل ولا بطلة؟ كل ايراد يتحقق داخل البلد ما هو بطل. ايوه يا فندم. وبيدفع على فكره هم مش معترضين، بيقولوا احنا مع مصر وفرحانين وكله. اكيد بس انا بتكلم وانا واثق من كده. بتكلم على انه دول رفعوا اسم بلدنا، ما ينفعش ياخد اعفاء. هي مش وعلى راسنا من فوق، ولذلك البلد لما بتكرمهم في المكافاه اللي بتديها لهم دي مكافاه رمزيه. دي هم يستحقوا اكتر من كده. واخد بلستك؟ نعم. وليهم كل التقدير وبهنيهم وبهني البلد بيهم. هم لما بيدفعوا الضريبة اللي هم بيدفعوها وبيساهموا بجزء من اللي بياخدوه كمكافأة بيساهموا بيه للبلد، فدي بيبقى زيادة على الروح الرياضية بتاعتهم وجمالهم وروعتهم وتفوقهم، بتديهم سمو. لا ما فيش فيد حضرتك ولا ايد وزير الماليه انه الناس دول الابطال دول ان احنا بنعفيهم من ال 10%. ما فيش. عايز اعرف فيه ولا لا، ممكن ولا صعب؟ زي ما قلت لسيادتك تكريما للناس دول. يعني شكرا ليهم، بنقول لهم متشكرين احنا كده. على فكره احيانا في حاجات يعني بيبقى فيه في القانون نفسه بالاتفاق مع الوزير المختص بالإعفاء. يعني مثلا على سبيل المثال الأجهزة العلمية اللي بتيجي للجامعات وللأبحاث العلمية والكلام ده خاضع للضريبة، كويس؟ وزير الصحة أو وزير التعليم بيبعت لوزير المالية بيقول له والله الحاجة دي إحنا لازمانا للأبحاث العلمية أو للصحة أو 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 بتعفى. فهنا لو تقدم وزير الشباب لوزير المالية بأي حاجة زي كده، وزير المالية رأى إن ممكن ينطبق عليه شروط الاعفاء بيعفي. يعني ممكن سيد وزير الشباب يقدم طلب انه دول ابطالنا الثلاثة حصلوا ايه؟ عندي شروط للاعفاء. زي ايه الشروط يا فندم؟ يعني اكتر من ابطال ايه؟ اكتر من ابطال يا فندم رفعوا علم مصر يا فندم، الثلاثة الوحيدين يا فندم. على فكرة الانواط وبنحييهم يا فندم. الاوسمة والانواط والحاجات دي كلها معفاة من الضريبة. معفاة. كل الاوسمة والانواط معفاة من الضريبة. حتى أنواط مرسي معفاة؟ أنا ما شفتهاش، كنتش موجود. ده تبقى مصيبة. بياخد الفلوس بياكل بيها بتاع مش عارف إيه، نعفيه كمان من الأوسمة والأنواط اللي واخدها؟ المديها لنفسه؟ هل ال